السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. إضافة إلى اعتداءاته على ريف الحسكة، جيش الاحتلال التركي يرفع حدة تصعيده العسكري في ريف حلب. بيوم الأسطول الروسي إقرار العقيدة البحرية وميثاق الأسطول العسكري الروسي. والجيش الصيني يصف تايوان بالجزيرة الغالية ويتعهد بالحفاظ على سيادة بلاده ووحدة أراضيها. أكدت سوريا أن تصعيد سلطات الاحتلال وتيرة العمل في مخطط إقامة توربينات هوائية على أراضي الجولان السوري المحتل يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلة قال في رسالة وجهها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميتشيل باشيليت إن سوريا من مخاطر هذا المخطط الاستيطاني الصحية والبيئية على أهالي الجولان السوري المحتل. كما أشار السفير آلة إلى وجود نية مبيتة لتهجير أهالي المناطق المستهدفة به، وأضاف أنه بالنظر إلى حجم التوربينات والمساحة التي ستقام عليها يمكن القول إنها الأضخم والأخطر عالميا، حيث ستقام على مساحة تقدر بستة آلاف درهم. إضافة إلى اعتداءاته على ريف الحسكة، نقل جيش الاحتلال التركي تصعيده العسكري من ريف حلب الشمالي إلى ريف حلب الشمالي الشرقي. هذا ودارت اشتباكات متقطعة بين جيش الاحتلال والجيش العربي السوري في جبهة تادف جنوبية منطقة الباب. وقالت مصادر أهلية أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أطلقوا قذائف باتجاه نقاط تمركز الجيش السوري جنوب غرب البلدة. تهديدات النظام التركي بهجوم عسكري بري في الشمال السوري تعود إلى الواجهة من جديد. فبعد قمة طهران أواخر الشهر الماضي، عندما خفت اللهجة العدائية للنظام الحاكم في أنقرة، حيث أكد أردوغان في وقتها على أنه يسعى للتعاون مع الحكومة السورية في محاربة الإرهاب، شهد الأسبوع الماضي توترا متزايدا من خلال التصعيد في تصريحات الحكومة التركية والتي ترافقت مع اعتداءات بقذائف المدفعية على المناطق المأهولة في ريف حلب الشمالي، حيث أدى القصف إلى إصابات في صفوف المدنيين فضلا عن الأضرار الكبيرة في المنازل والمنشآت العامة. بالتزامن مع تلك القذائف الصاروخية التي تستهدف المناطق المأهولة في ريف حلب الشمالي، ترتكب مرتزقة الاحتلال التركي جرائم في منطقة عفرين السورية والتي احتلها في العام 2018، فتهجير أهالي عفرين وتغيير ديموغرافية المنطقة واستبدال أسماء القرى السورية بأسماء تركية ونشر اللغة التركية هي سياسة تتريك جديدة يتبعها نظام أردوغان. هذه السياسة التي تتبعها أنقرة في الشمال السوري يقابلها تحشيد للقوات السورية وتعزيز لتواجد عناصرها وعتادها على خطوط التماس للدفاع عن الأراضي السورية. وعلى المقلب الآخر، تسعى أمريكا التي تحتل شرق الفرات إلى إفشال أي اتفاق بين الحكومة السورية وقسد لتضمن استمرارية احتلالها للأراضي السورية وسرقة خيراتها المتمثلة بالنفط والقمح. ميليشيا قسد التي وجدت نفسها مضطرة إلى مد يدها للحكومة السورية في ظل التهديدات العدائية التركية لم تتعلم من الدروس السابقة، فطالما ما تخلت أمريكا عن أدواتها في سبيل مصالحها. هيثم كزو، قناة سما الفضائية، ريف حلب.
أقامت القوات الروسية في سوريا احتفالا في طرطوس بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الأسطول البحري الروسي. Здравствуйте, товарищи подводники! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسومين حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي في حفل أقيم ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي. كذلك بيّن بوتين أن بحرية بلاده قادرة على الرد بسرعة خاطفة على كل من يقرر التعدي على سيادة البلاد وحريتها، فيما أكد أن تسليم صواريخ تسيرغون فرط الصوتية إلى القوات سيبدأ في الأشهر القليلة المقبلة. Товарищ Верховный Главнокомандующий, военно-морской флот к проведению главного военно-морского парада готов. Морским флотом адмирал Юменов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота! المفتاح هنا هو قدرات البحرية، فهي قادرة على الرد بسرعة البرق على كل من يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا. البحرية الروسية تنفذ بنجاح وبشرف المهام الاستراتيجية على حدود البلاد وفي أي منطقة من محيطات العالم. وتتضمن العقيدة البحرية الروسية الجديدة نقاطا عدة، منها اعتبار نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية تحديا رئيسيا للأمن القومي لروسيا الاتحادية، وكذلك التأكيد على أن مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر المتوسط مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا. هذا وأحيت موسكو بعرض مهيب بمدينة سان بطرسبرغ ذكرى تأسيس أسطولها البحري. شدد الحشد الشعبي العراقي انتشاره وكمائنه على طول الشريط الحدودي مع سوريا وسط معلومات عن دعم تتلقاه فلول داعش من قوات الاحتلال الأمريكي عبر قاعدة التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي. مصدر أمني من الحشد بمحافظة الأنبار تحدث عن فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق الصحراوية غرب الأنبار على خلفية ورود معلومات استخباراتية
تفيد بنية بقايا داعش تنفيذ عمليات تسلل مرتبطة بعمليات إرهابية. نشر الإعلام الحربي في المقاومة اللبنانية مقطعا مصورا لإحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة في رسالة واضحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. واستعرض المقطع المصور سفينتي الحفر والإنتاج ومنصة عائمة مع معلومات خاصة بها. كذلك استعرض الفيديو صواريخ بحرية للمقاومة. وبالتزامن كشفت مصادر إعلامية أن المشاهد كارش التقطت بكاميرا حرارية متقدمة تخص سلاحا صاروخيا من النوع المتخصص بالالتحام مع أهداف بحرية. لعب بالوقت غير مفيد. سقط جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت المتضررة منذ انفجار آب أغسطس 2020. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة، وفيما يهدد الانهيار صومعتين يستعد لبنان الخميس المقبل للذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ والذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص. يا جماعة نزل نزل أفادت الدفاع الروسي أن المقاتلات استهدفت تشكيل كراكن المتطرف في منطقة خاركوف، وتم تصفية 350 متطرفا. وكذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 طائرات دون طيار، واعترضت 11 صاروخا خلال 24 ساعة الأخيرة. استهدفت القوات المسلحة لواء عسكريا أوكرانيا في دونيسك، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا. كذلك استهدفت القوات الجوية بأسلحة عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة لتشكيل كراكن المتطرف في منطقة خاركوف، مما أسفر عن تصفية ما يصل إلى 350 من المتطرفين. وفي منطقتي خيرسون ونيكولاييف تم تصفية ما يصل إلى 100 متطرف، بالإضافة إلى 4 مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. أكد سلاح الجو الصيني أن بكين ستحافظ بحزم على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها. وقال المتحدث باسم القوات الجوية شين جينكي إن قوات بلاده لديها أنواع من المقاتلات القادرة على التحليق فوق الجزيرة الغالية. هذا وتجري الصين وتزامنا مع جولة نانسي بيلوزي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في المنطقة مناورات كبيرة قبل سواحلها القريبة من تايوان. تذكير بالعناوين. إضافة إلى اعتداءاته على ريف الحسكة، جيش الاحتلال التركي يرفع حدة تصعيده العسكري في ريف حلب. بيوم الأسطول الروسي إقرار العقيدة البحرية وميثاق الأسطول العسكري. صاروخ سيرجون أثقل الحاضرين.
والجيش الصيني يصف تايوان بالجزيرة الغالية ويتعهد بالحفاظ على سيادة بلاده ووحدة أراضيها. إلى اللقاء.